بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي، عاملين يا رب تكونوا بألف خير. معاكم موج مطبخ أم باسل. ما تيجي نعمل شوية بدي فور كده في السريع للعيد. ما احنا مش العيد الصغير هو بس أو عيد الفطر هو بس للكحك والبسكويت والبدي فور، ممكن برضو عيد الأضحى نعمل شوية بدي فور كده على السريع من غير قمع ومن غير أي حاجة، وبتشكيل سهل وبسيط خالص بالإيد، يعني مش هاخد في ايديك أي وقت. هوب هوب في 10 دقايق هتروحي عاملة شوية البدي فور الجمال اللي انتوا شايفينهم دول، شايفين حاجة آخر لذاذة والله، يعني مش قادرة أقول لكم. الطعم بقى جنان يا جماعة، فظيع، اللي بالشوكليت بقى واللي بالمربى يعني حاجة فاخر من الآخر. تعالوا ما نتكلمش كتير وتعالوا نشوف البودي فور السريع بتاعنا ده هنعمله إزاي، وإزاي هنشكله بإيدينا من غير أي مكنة ومن غير أي قمع من غير أي حاجة. تعالوا بس نشوف الفيديو. قبل ما نروح نشوف الفيديو فضلا وليس امرا، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ مباسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونعمل بدي فور السريع ده. يلا بينا. بسم الله. عندي كوبايه زبده طريه بس متماسكه 200 جرام، عليهم نص كوبايه سكر بودر اللي كده ربع، عشان النص عندي عيد الربع الثاني يبقى كده ايه نص، ومعلقه صغير يعني نص كوبايه سكر ومعلقه صغيره، وهضربهم كويس بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي المتاح عندك لغايه ما بقى الخليط كريمي زي ما انتم شايفين. بعد كده هضيف صفار بيضه بس وطبعا هنحط فانيليا، وبيدي يعني فانيليا احط قطرتين فانيليا او رشه فانيليا كده، واضرب لغايه ما صفار البيضه بيختفي خلاص، ما نبالغش في الضرب قوي، لغايه بس ما الصفار يختفي وكده ايه كله تمام. نيجي بقى الدقيق، انا عندي كوبايتين دقيق، احط منهم كده نص الكميه او اسيب شويه صغيرين كده لغايه ما اجمع العجينه، واحط عليهم رشه ملح وابتدي اقلب لغايه ما تديني عجينه متماسكه اعرف اشكلها بايديا. واهم حاجه الدقيق نضيفه شويه بشويه عشان نقدر نتحكم في كمية الدقيق اللي احنا هنحطها. احط بقى كمية الدقيق ونقلب، اجمع العجينة بس يا جماعة، دايما تخلي جنب شوية دقيق عشان ايه لو العجينة احتاجت دقيق كده، العجينة محتاجة دقيق. انا جنبي ربع كوباية دقيق، هضيف منها جزء جزء لغاية ما العجينة تتجمع معايا. انت برضو ما تضيفيهاش عشان ممكن يكون الدقيق بتاعك مختلف عن الدقيق ده اكيد طبعا. بصوا شويه شويه كده العجينه اتجمعت معايا، عجينه طريه ومش ناشفه ما بتشققش. كمان اللي عايزه تختبري العجينه ما تختبريهاش بايدك اللي انت بتعجيني بيها، اختبريها بايد التانيه كده ونشوفها اهي جميلة كده وزي الفل. يبقى انا حطيت كوبايتين وربع دقيق، الربع حطيته بالتدريج شوية بشوية. هعمل ايه بقى؟ هسيب العجينة دلوقتي تستريح ونجهز بقى ايه التشكيل اللي احنا نشكله بايدينا النهاردة، مش هنعمل بأي حاجة صعبة خالص. العجينة بتاعتي اهي تشكيل سهل خالص. هنعمل ايه؟ هاخد كورة كده مش هنعمل اكتر من كده، كورة بس كده، وهنحطها فوق العجينة ونحطها كده في الصينية ضغطة بسيطة بس كده في النص وبس كده تمام. اخلص بقى ايه كل الكميه بالشكل ده كده. خلصت الكميه، بصوا هاجي هنا بقى بالمربى كده، حط شويه مربى صغيرين متحطوش كتير في النص كده، دي مربى مشمش. عايزين تحطوا اي نوع مربى بتحبوه ماشي، عايزين تسيبوه ساده سيبوه ساده، انا هسيب جزء زيت ساده وجزء احط فيه ايه شويه مربى كده اهو. ومشغله بقى الفرن عندي على درجه حراره 180، نحطه على الرف الوسط لما يطلع نشوف مع بعض. بصوا حبايبي البدي فور بتاعي طلع قوي بقى شكله جميل زي ما انتم شايفين، ما كتروش المربى عشان ما تفرش وتطلع بره، يا دوبك حط قطع صغيره زي ما انا حاطه كده. اللي انا سايباه ساده دول هحط فيهم ايه شوكولاته، هنطلعه بقى دلوقتي ونزينه بالشوكليت، او ممكن تسيبيه ساده كده عادي مش هيقول لا. حبايبي بعد ما فضيته اللي هو الساده اللي انا قلت لكم عليه ده، احط عليه شويه صوص شوكليت كده في النص عشان ايه نرضي جميع الاذواق. بصوا ايه رايكم بقى في الحلويات دي؟ يعني مش العيد اللحمه بس، يعني مفيش مانع ان احنا نعمل شويه بدي فور كده في السريع زي اللي احنا عملناهم دول، يعني يبقوا حلوين كده في الفطار في العشاء بعد الفته، يعني مش قادره اقول لكم حاجه جميله جدا حاجه روعه.
اظن هو بيتحدث عن نفسه. بصوا ده اللي احنا حطينا في المربى ودخلناه الفرن، شايفين التسويه بتاعته رهيبه يا جماعه رهيبه. وده اللي حطينا فيه مربى المشمش، هي مش باينه عشان انا كنت حاطه حته صغيره. بصوا شايفين الحلويات، بسم الله مش قادره اوصف لكم على اللذاذه والطعامه يا جماعه بتاعه البيديفول، بجد بجد حاجه رائعه. ولا الساده يعني مش عارفه اقول لكم ايه ولا ايه، ادي الساده اهو، يعني حاجه خطيره يا جماعه، يعني اعملوه يعني فعلا فعلا محتاجين ان انتوا تعملوه وتجربوه من جماله. انا مش عارفه اقول ايه، رائع. عايزه تصغري الحجم عن كده عشان يدي معاكي كميه اكبر، ممكن تصغريه زي ما انت عايزه براحتك. ده كان البديفور بتاع النهارده السريع، اسمه البديفور السريع كده، بديفور عيد الاضحى، جميل ولذيذ، جربيه ويعجبك ان شاء الله. يا رب الفيديو كان يكون سهل خفيف عليكم، وكنت انا خفيفه عليكم، وان شاء الله تعملي الوصفه وتطلع زي ما انتم شايفينها كده بالظبط. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناه ام باسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. وفتره سهله وسريعه مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.